نشرة أخبار الثالثة من اليوم السابع مباشر، مرحبا بكم. الأحزاب الصوفية تعقد مؤتمرا بأسوان لإعلان مرشحين للرئاسة. عاكف يصرح ليس من حق الإخوان إلغاء اتفاقية كامب ديفيد. انتحار خبير بمنظمة الفاو العالمية من الطابق الثامن بالدقي. وحزب التجمع يدين إحالة السياسيين والإعلاميين للنيابة العسكرية بعد الثورة. وإليكم تفاصيل الأخبار. قال المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور مهدي عاكف إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يرفض اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي، ولكن ليس من حق الحزب أو الجماعة رفضها الآن. يعقد عصر اليوم الجمعة بمركز كومومبو بمحافظة أسوان مؤتمر جماهيري حاشد بحضور ائتلاف أحزاب الصوفية وعدد كبير من مشايخ الطرق الصوفية أمثال الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية والشيخ طارق ياسين الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية. وسيتم الإعلان خلال هذا المؤتمر عن مرشح لرئاسة الجمهورية من حزب النصر بمباركة مشايخ الطرق الصوفية والأحزاب الثلاثة. أكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب لليوم السابع إن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لن يلحق بالدورة البرلمانية الحالية، وذلك لوجود العديد من الملاحظات من قبل اللجنة على المشروع، وصفا المشروع بالضعيف الذي لم يضف جديدا للمواطن العادي. انتحر خبير بمنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو لمروره بأزمة نفسية، حيث ألقى بنفسه من شرفة مكتبه بالطابق الثامن بالدقي وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة. وأفادت التحريات أن المنتحر ياباني الجنسية وانقطع عن جلسات العلاج لدى طبيب نفسي منذ شهر، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. أدان حزب التجمع إحالة المدنيين للقضاء العسكري معلنا رفضه توجيه مثل هذه الاتهامات لمجموعة من السياسيين والإعلاميين المنتمين لمبادئ ثورة 25 من يناير، وأيضا سياسات التخويف وإرهاب أصحاب المواقف والآراء الحرة المستقلة ومحاولة إطفاء قدسية على ممارسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يتولى الحكم وإدارة البلاد، لافتين إلى أنه يمارس عملا سياسيا بحتا يجعله عرضة للنقد والاتهام. دعت إحدى المنصات بميدان التحرير المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وطالبت الشباب المتطوعين باللجان الشعبية بأن يكونوا على قلب رجل واحد والالتزام بالأخلاق العامة وعدم إحداث أي أعمال شغب، وطالبت الباعة الجائلين بالتواجد على الأرصفة فقط، مما أدى إلى وقوع مشادات طفيفة بين القائمين على المنصة والباعة. أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هناك صفقة قد تمت لا محالة فيما يخص دعم مرشح بعينه، وذلك في إشارة لإعلان حزب الوفد عن دعمه لترشيح منصور حسن لانتخابات الرئاسة، إلا أنه أشاد في الوقت نفسه بموقف أعضاء حزب الوفد الذين سعوا إلى دعمه ومساندته كمرشح لرئاسة الجمهورية. أحبطت سلطات مباحث مطار برج العرب بالأسكندرية محاولة تهريب 14 جهاز تصنت حديث إلى البلاد، وذلك بعد ضبطهم بحوزة راكبين مصريين قادمين من الصين ومخبئين داخل جيوب سحرية بحقائبهما وسط عدد كبير من الساعات والنظارات والهواتف المحمولة والتي وضعت في الحقائب لتمويه سلطات المطار المصري. أقدم عناصر من الأمن السوري على اعتقال 12 شابا وشابة بينهم ابنة المحامية البارز ميشيل شماس مساء الأربعاء في دمشق، وذلك بحسب ما أفاد المحامي والناشط الحقوقي شماس اليوم الجمعة. وختاما مشاهدين، هذه تذكرة بأبرز العناوين. الأحزاب الصوفية تعقد مؤتمرا بأسوان لإعلان مرشحين للرئاسة. عاكف يصرح ليس من حق الإخوان إلغاء اتفاقية كامب ديفيد. انتحار خبير بمنظمة الفاو العالمية من الطابق الثامن بالدقي. وحزب التجمع يدين إحالة السياسيين والإعلاميين للنيابة العسكرية بعد الثورة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرتنا الإخبارية من اليوم السابع مباشر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء متجدد.